في جلسته العامة ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأكد رئيس مجلس النواب أن تعديلات الإجراءات الضريبية لا تمس معاملات المواطنين البنكية. أود أن أؤكد على أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية له. كما وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها. التعديل بيخص مادة محددة، مادة 78، ويأتي التعديل لتقديم مصر عليها التزامات دولية في اتفاقات دولية، وهو لا يمس حسابات المصريين بأي شكل من الأشكال أو الشركات المحلية بأي شكل من الأشكال، وده اللي بنأكده من خلال الجلسة العامة اليوم وأكده السيد رئيس المجلس. التعديل التشريعي ده بنقدم فيه إن احنا بنوقف التهرب الضريبي العابر للحدود، وطبعا في اتفاقات دولية ومصر عضو في المنتدى العالمي للشفافية، وده بيحصل فيه تقييم، يحصل فيه تقييم الشهر القادم، وده قد يؤثر على سمعة مصر لو تأخرنا بالتعديل التشريعي ووضعها الاقتصادي مع الشركاء في تمويل المشروعات التنموية في مصر زي بنك إعمار الأوروبي والبنك الأفريقي. ولذلك كان في موافقة من أعضاء المجلس على التعديل التشريعي اليوم. أنا بأكد كما أكدت في اللجنة وأكدت النهاردة في الجلسة العامة أن قانون التعديل في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس من قريب أو بعيد سريات الحسابات، لا يمس المعاملات البنكية والمعاملات التجارية والضريبية المحلية الخاصة بالمواطنين، وإنما هو يتعلق بتبادل بعض المعلومات في حالات محددة في حالات تهرب ضريبي مع الدول الأخرى، يعني المعاملات اللي بتتم خارج الحدود في الشركات أو الأفراد، المعاملات العابرة للحدود، ولا يمس المعاملات المحلية على الإطلاق سواء كانت معاملات تجارية أو سرية حسابات أو معاملات بنكية. في تأديه أن القانون بشكل كبير جدا وضع مجموعة من القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات وفقا للالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر، وإحنا تقدمنا النهاردة بعدد من التعديلات في الجلسة العامة متعلقة بعملية الإشراف القضائي، متعلقة بعملية المبدأ المعاملة بالمثل، متعلقة بالتعاون الكامل بين كافة مؤسسات الدولة في هذا الأمر. وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 592 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية. انضمامنا لهذه المؤسسة بيؤكد الدور المصري في أفريقيا، والحقيقة احنا يمكن من ساعة ما تولى فخامة الرئيس والحقيقة الروح عادت للعلاقات المصرية الأفريقية، وأيضا منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بقى في علاقات مستديمة بيننا وبين معظم الدول الأفريقية، والحقيقة احنا بننادي بأن يبقى فيه تنشيط للتبادل التجاري بيننا وبين الدول الأفريقية، لأن الحقيقة هذا سوق كبير جدا، ويمكن السوق الأفريقي سوق بيعتمد على السعر، والحمد لله احنا التكلفة بتاعتنا بتبقى إلى حد ما منافسة لبعض السلع الأخرى. كما أحال رئيس المجلس أربع مشروعات قوانين من الحكومة للجان المعنية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.